سلام بنات، من انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نصب لكم التطبيق ديال هاد الرشمه هادي. وسمحوا لي بزاف كنتعطل عليكم، مرضتي شويه هاد السيمانه بالرواح، ولكن الحمد لله الروح عاديين. المهم بغيت نصب لكم هاد التشكيل، هذا كيجي زويون وسهل. هذا بالنسبه موديل ديال ريم فاشن. انا غادي نخلي لكم السميه ديالها، حتى هي متابعه للقناه ديالي. صيفطات لي هاد الموديل، بغيت نوريكم كيفاش كيتخدم. كما كتشوفوا غادي نخدموا بجوج ديال الالوان ديال الخيط، غادي نخدموهم بالخيط حسن من الصبره. الصبره كتشنتف، الخيط مزيان كيبقى يعني مده ما كيتشنتفش. صافي غادي نحتاجوا يلا الخيط كما كتشوف بحال هكذا، الابره ديال الطرزيه هذه رقم ديالها 5، والخيط هنايا انا مضوب له 5 ديال الشعرات من هنا وخمسه من هنايا. صافي، وهذه هي الرشمه كما كتشوفوا هكا. هنايا وريضات بحال الموديل اللي حطيت لكم، وريضات بالغوز والوريقات بالخضر. اول حاجه نخدموها هي الورده. انتما الخيط انا كنعقدو في التالي ديالو كما كتشوفوا بحال هكذا، وكنخدم به. كنشدو مع هاد الجنيب هذا كنبداو ديال الورده، كنطلعو وكنضرب هنايا. هنا كنحاولوا نديروا الغرز متقاربين في هاد البيطه هادي حيت صغيره، وهنا كنديروا غير وحده حدا وحده. ها انتما كما كتشوفوا كنحاول هاد النص دائره اللي الفوق نجيبها على القياس ديال هادي، يعني ما نتعداش باش ما تجينيش الورده عوجه وتجيني خدمه مزيانه. لاحظوا انني لتحت راني كنضرب غرزه حدا غرزه، وبعد نوبات في نفس البلاصه كيجيو ملاقين. هانتوما شفتيو، يعني على حسب هاد القياس هذا حاولت نجيب هاد النص دائره اللي الفوق. هانتوما البنات ملي كيتسالى ليا الخيط الاول اللي خدمت به، كنولي ندير خيط واحد اخر وكنعقدو في الاخر ديالو، كنولي نخدم عاوتاني عادي بحال اللي بديت، كنكمل من البلاصه اللي وقف ليا فيها الخيط. صافي، من بعد ما كنساليو الورده كامله كنخدمو الدخلاني ديالها بالغرزه الفرنسيه. كنلويو جوج لويات على الابره وكنهبطو.
كتعمروها كامله، ما كتخليوش كاع الفراغ فيها، ما كيبانش الثوب حتى ما يبقاش يبان الثوب. بالنسبه للبنات على الخيط الاخضر حتى هو بنفس الطريقه، 5 ديال الشعرات من هنا وخمسة من هنا كنعقدو لتحت. بالنسبه للورقه كنبداوها من هنا مع الجنيب هذا وكنضرب لتحت وكنمشي بالغرزه الجنب وانا كنضرب في الوسط ديال الورقه. بدات هنا واحد الغرزه خاويه نبدا نعمرها. كما كتشوفوا صافي هكذا غادي نكملوا الوريقات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجاب ديالكم، ما تنساوش تدعموني باللايك واشتراك القناه وبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم. سلاموا.